Le pronom relatif ou. Le pronom relatif كنا أخذنا فيهم قبل كده كي وكو اللي هي ضمائر الوصف. عندي او دي بتيجي علشان تفهمني أو تسألني على مكان. يعني زي ما احنا كنا عارفين إن او دي يعني أين؟ فهو بيقول لي إن هي بتحل محل كلمة مكررة، دي احنا معلومة عارفينها، وبتقع مفعول غير مباشر مكان في الجملة التانية. يعني أنا بلاقيها عندي موجودة مفعول غير مباشر في الجملة التانية، يعني ما بلاقيهاش سوجيه، ما بلاقيهاش فاعل، لازم ألاقيها مفعول. أنا ممكن ألاقي مكان بس يكون فاعل، لا لازم يكون مفعول وفي الجملة التانية. طيب بيقول لي إيه بقى؟ إن هو مكان، لازم برضو يكون مكان عشان أنا أقدر أفرقه بين كي وكو، أو بمعنى أصح بين كو وأو، لأن اللي بيجي مفعول غير مباشر كو مش كي، عشان أقدر ما أتلخبطش بين الكو والأو، فهعرف إن هو مكان. وهعرف ان هو مكان منين؟ مش بس من ان انا ابقى حافظ الاماكن، لا، ان هيكون قبليه اداه بتدل على المكان، يعني هيكون قبليه بريبوزيشن زي دون بتدل عندي على المكان. فمثلا بيجي يقول لي اول جمله فوالا لوزين مون بير ترافاي دون سيت اوزين، اهو فوالا دوت المصنع، بابايا بيشتغل في هذا المصنع. انا عندي دي دون يعني في، طبعا انا عندي مصنع في الفرنسي مؤنث، فهذه المصنع بس احنا مش هنقولها بالعربي كده. فعندي هنا دون، هي دي الاداه اللي اكدت لي ان وراها مكان. طب انا هحله ازاي؟ زي ما احنا متعودين ان انا بشطب الكلمه المكرره وكمان هشطب معاها الدون، يعني هشطب معاها الدون اللي عندي دي اللي هي البريبوزيشن اللي عندي، هشطب، فهشطب دون سيتيزين وهبدلها بايه؟ هبدلها بأو. طب انا عارف ان لو الكلمه جت لي في الجمله الاولانيه في اخر الجمله يبقى انا احط الاو ده مطرح النقطه، مطرح النقطه هنا، فهقول فوالا لوزين او مون بير ترافال، يبقى خدت اول جمله زي ما هي فوالا لوزين ومكان النقطه حطيت او وكملت الجمله الثانيه وشطبت اللي في الاخر. بيقول لي حاجه مهمه قوي، بيقول لي فاكرين الإجراك واللوي واللوغ والآن اللي احنا قعدنا اخدناهم دول؟ عندي الإجراك دي كانت بتدل على ايه؟ الإجراك دي كانت بتدل على مكان، يبقى هي جايه بدل المكان اللي في الجمله الاولى، يبقى هي دي اللي هتخليني احط اداه الوصل او الريلاتيف، يبقى انا هشطب الإجراك دي، يبقى هقول برضو فوالا لوزين اللي هي اول جمله و مون بير ترافاي. يبقى انا كده عندي حالتين، يا اما الاقي الكلمه وقبليها بريبوزيشن من بتوع الاماكن، يا اما الاقي الاجراك، والاجراك دي طبعا بتبقى صريحه جدا عندي وبتعرفني ان انا هحل الريلاتيف او مش ك. بيقول لي خلي بالك كمان ان انا عندي بستخدم سي او وسو سون او عشان ااكد على المفعول غير المباشر المكان. يعني ايه؟ يعني انا بكون باخد المفعول غير المباشر ده مش عشان ااكد عليه، بحطه واحطه بين سي واحطه هو وبعدين او، او سيسون لو هو جمع واحط او. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا عندي دون اون يوزين جايه لي في الاول في المصنع اون برودوي، طبعا ده ما بيبقاش جملتين، ده هي جمله على بعضها جمله واحده وانا عايزه اكدها. دون سيت يوزين في هذا المصنع اون برودوي دي تلفزيون، بنصنع تلفزيونات، عايزه اكد بقى دي، هشيل طبعا البريبوزيشن هي دون، فهقول سي وما بحطش طبعا سات، انا بحولها، بحول الكلام دوت هنا، هحول دي السات دي لاون سي تونيزين، وبعدين احط هنا او واكمل الجمله بتاعتي اون برودوي دي تلفزيون. بيقول لي ان انا بحول صفات الاشاره الى ادوات نكره، صفات الاشاره بس انا ما قلتش غيرهم. يعني انا لو جيت لقيت عندي ملكيه، ادوات الملكيه، لا مش هغيرها عادي، اه طبعا هشيل الدون او هشيل الحاجه اللي عندي دي لو موجوده، لكن مش هغيرها، هنزلها مثلا مو ما مي تون تاتي، لكن الحاجه الوحيده اللي انا بحولها من او بحولها لاداه نكره بتكون صفات الاشاره اللي هم سو وسيت، وطبعا كان مع السو هنا عندي السيت اللي هي بتي واحده وسيت، دولت صفات الإشارة اللي أنا دول كلهم بحولهم لأدوات نكرة، طبعا حسب هي مذكر هتبقى إيه، هي مؤنث هتبقى إن، هي جمع هتبقى دي.